وفي محافظة الفيوم تتواصل أعمال المبادرة الأكبر في مصر كتف في كتف. لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، مساء الخير، أرجو أن تطلعنا على الأجواء لديك واستعدادات توزيع الكراتين الخاصة بالسلع الغذائية على الفئات الأكثر احتياجا بعد إشارة البدء بالأمس في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل تتواصل الأعمال هنا في محافظة الفيوم، وتحديدا أنا هنا في قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق. هنا في هذا المكان تحديدا يتم تعبئة هذه المواد الغذائية في الكراتين. كل كرتونة يزن وزنها إلى حوالي 12 كيلو، فيها مجموعة من المواد الغذائية التي تناسب الأسر هنا في هذه القرية، قرية الحامولي بمحافظة الفيوم. نتحدث عن نحو 5000 كرتونة من المواد الغذائية يتم توزيعها بشكل يومي، فضلا عن استهداف نحو توزيع 40,000 كرتونة مواد غذائية هنا في قرية الحامولي قبل بدء شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. وإذا استعرضنا هذا المشهد هنا من المتطوعين الذين يقومون بتعبئة هذه المواد الغذائية فضلا عن توزيعها على الأسر الأشد احتياجا عن طريق توزيع كشوف جمعيات الأهلية للأسر الأكثر احتياجا هنا في محافظة الفيوم، فضلا أن هناك أيضا وجبات يومية يتم توزيعها في شهر رمضان تصل إلى 6,000 وجبة يومية، وهي وجبات الخير، وتستمر أيضا هذه الوجبات بعد شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مجموعة من البطاطين وغطاء الشتاء الذي كان يوزع هنا أيضا في هذه المحافظة. بالتالي نتحدث عن تحالف وطني ومجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون معا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى الأسر الأشد احتياجا هنا في محافظة الفيوم وتحديدا في قرية الحامولي. هذا بالإضافة إلى مجموعة من القوافل الطبية التي تقوم بها أيضا مؤسسات المجتمع المدني هنا في محافظة الفيوم وتحديدا في مركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى تجهيز عدد من العرائس. فنحن بصدد مجموعة من العمل الخيري المتكامل لأهالينا هنا في قرى محافظة الفيوم، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المتطوعين من الفتيات والشباب الذين يواصلون العمل هنا بسعادة كبيرة. تحدثت مع عدد من أود أن أسألك أحمد عن هذا الموضوع بالتحديد، هم مستفيدين من هذه. أحمد لو تأذن لي، يعني أنا أرى في الصورة من خلف الكتيبة من المتطوعين في الفيوم وحجم إقبال كبير على المشاركة في هذا العرس الإنساني الكبير، لكن دعني أسألك مباشرة عن تلك المبادرة كتف في كتف التي بدأت الانطلاقة الرسمية لها بالأمس، وهذا يأتي ضمن العمل الكبير للتحالف الوطني الكبير للعمل الإنساني في مصر، وأيضا الفيوم من أولى المحافظات التي كانت لها السبق في أن تكون هناك حملة ومبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي. الفيوم تمثل ركيزة أساسية في للدولة المصرية. الصورة لديك أحمد أكثر وضوحا حتى ننقلها ونشارك فيها المشاهد الكريم في كل محافظات مصر. يعني تحديدا من هنا من هذا المكان انطلقت المبادرة يوم أمس في نفس هذا المكان الذي أتواجد أو موجود فيه حاليا، حيث بدأت انطلاق هذه المبادرة هنا في قرية الحامولي بمبادرة كتف في كتف بتوزيع هذه الكراتين من المواد الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية التي تناسب أيضا جميع الأسر في شهر رمضان، ويتم توزيعها على الأسر الأشد احتياجا طبقا أو طبعا بالتعاون مع منظمات العمل الأهلي أيضا التي تقدم كشوف بشكل يومي عن الأسر التي تحتاج إلى هذه المواد الغذائية. وبالتالي نتحدث أيضا عن متطوعين كثيرين جدا شاركوا في هذه المبادرة وشاركوا أيضا في الاحتفالية يوم أمس الجمعة، وبالتالي هناك إسعادة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك أنا تحدثت مع عدد من الأسر الذين أعربوا أيضا عن سعادتهم الكبيرة باهتمام الدولة وتقديم هذه المبادرات الجيدة التي اعتبروها هي مناسبة جدا لهم خاصة قبيل شهر رمضان، بالإضافة إلى مجموعة من القوافل الخيرية الكثيرة التي تتبناها هنا هذه مؤسسات المجتمع المدني في مراكز محافظة الفيوم وفي قرى أيضا
مركز يوسف الصديق الذي أتحدث منه إليكم الآن لتوفير كل الدعم لأهالينا والأسر الأشد احتياجا أيضا في محافظة الفيوم التي كانت أو شهدت إشارة البدء لهذه المبادرة، مبادرة كتف في كتف التي تعمل ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. إليكم. طيب أحمد، هل هناك انتقال لكرة أخرى وبعض المراكز الأخرى في محافظة الفيوم بخلاف مركز يوسف الصديق؟ بالضبط، يعني هناك قوافل تخرج من هنا من هذه المؤسسة لمجموعة أيضا من القرى المجاورة، إلى أن هناك أيضا خروج خارج المحافظة بشكل عام إلى محافظات أخرى يتم فيها توزيع أيضا عدد من هذه القوافل، سواء القوافل الغذائية أو القوافل الطبية التي أيضا تستهدف عدد من الأسر المصرية الأشد احتياجا، وطبعا يتم ذلك بالتنسيق مع جمعيات العمل الأهلي التي تقدم كشوف وبيانات عن هذه الأسر وأماكن تواجدها بالتفصيل في شتى محافظات الجمهورية. وبالتالي هنا ليس الأمر مقتصرا على مركز يوسف الصديق أو قرية الحمولي، نتحدث عن قرى مجاورة في مركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى أن القوافل أيضا تخرج خارج حدود محافظة الفيوم إلى مختلف محافظات الصعيد بشكل عام لتقدم هذه القوافل الطبية والغذائية لأهالينا طوال العام وأيضا قبيل شهر رمضان، بالإضافة إلى وجبات الخير التي تستمر أو سوف تستمر بشكل يومي في رمضان. يتم خروج 6000 وجبة غذائية من مختلف المواد الغذائية واللحوم في مختلف قرى ومحافظات، في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم بشكل يومي، وسوف تستمر أيضا وجبة الخير على كل الأحوال. يا أحمد على كل الأحوال أنا أشكرك شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، كنت معنا من قرية الحمولي في مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، شكرا جزيلا لك.